بنتناول الماريونيت مع المسرح البشري أول مرة في قطاع غزة. هذا الكلام بسلط الضوء على قضايا إلها علاقة بقديش إحنا بنعاني كسكان قطاع غزة وسكان فلسطين بشكل عام. هذه المعاناة هي بتمثل خيوط تعبنا وقهرنا والحصار والانقسام والاحتلال. أولا وأخيرا هو السبب بكل هذه المشاكل. انتبهوا معي، الدرس الأول أنا فلسطين. المسرح بيقابل صعوبات خاصة بعد اللي تعرض له من الاحتلال، قصف مسرح المسحال، ولكن رغم ذلك في تجارب كتير مبينة وبدأت تتضح خاصة في العشر سنين الأخيرة. يبرز دور المسرح كقوي وتسليط الضوء على دور الفنانين المسرحيين ومعالجتهم لقضايا مجتمعية وسياسية. يعني كل البلد اتوحدوا تنظيم واحد؟ لا يما يا حبيبتي، انت فاهمة غلط. يا ريتهم يتوحدوا. بتقول لك إدارة وتنظيم البلد، يعني تقسيم البلد مناطق وشوارع. دوري دور الأم اللي هي بتعني الصمود، بتعني الثبات، اللي بتحاول تلملم أولادها من التشرد ومن الانقسام، بتحاول تخليهم إيد واحدة. رسالة كتير قوية اللي هي لازم نضلنا إيد واحدة علشان نوصل. يعني مواضيع شتى احنا بنحكي فيها في مسرحنا، وبنحاول قد ما نقدر يعني نعكس احساسنا ونعكس رسالتنا لتوصلها الدمعه.